السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايه احنا نتوصل الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو اعزائي الكرام راح نشارك معكم موعد مباراه المنتخب الوطني الجزائري القادمه الوديه امام المنتخب المصري، كذلك راح نشارك معكم ما هي القنوات الرسميه الناقله لهذه المباراه وهذا الكلاسيكو العربي، كذلك ايضا راح نشارك معكم التشكيله المتوقعه بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري ونظيره المنتخب المصري. راح نشارك معكم تشكيلتين اعزائي الكرام، اضافه الى ابرز تصريحات المدربين جمال الماضي روي فيتوريا، وايضا تاريخ المواجهات بين الفريقين. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام بدون اطاله ندخل مباشره الى صلب الموضوع ونشارك معكم كبدايه موعد وتاريخ مباراه المنتخب الوطني الجزائري الوديه القادمه امام المنتخب المصري خارج الديار. طبعا المباراه هذه ستقام يوم الاثنين 16 اكتوبر على الساعه 5 بتوقيت الجزائر في ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية، وطبعا ستقام هذه المباراة في هذه التحفة المعمارية الفنية في هذا الملعب العالمي، وسط أرضية صراحة ستكون مثالية لكلا الفريقين من أجل تطبيق كرة قدم مثالية في هذا الملعب وفي هذه المباراة الودية بين الفريقين المنتخب المصري والمنتخب الوطني الجزائري، اللذان كلاهما يستعدان للدخول بقوة في الكان المقبل، كان ساحل العاج الكوت ديفوار سنة 2024. طبعا اعزائي الكرام القنوات الرسمية الناقلة لهذه المباراة عندنا اون تايم سبورت، كذلك ابو ظبي الرياضية. اما بالنسبة للتلفزيون العمومي الجزائري يعني بنسبة 90% سيعمل بث مباشر لهذه المباراة، ولكن لحد الساعة لم يعلن وذلك بصفة رسمية بثه لهذه المباراة، ولكن 90% سيتم بث هذه المباراة في هذه القناة ايضا الجزائرية. على كل حال عندنا ثلاث قنوات مفتوحة ومجانية، اون تايم سبورت القناة الأولى، أبو ظبي الرياضية القناة المفتوحة، وكذلك التلفزيون العمومي الجزائري القناة الأولى والثالثة. علاش قلت لكم بلي أنه التلفزيون العمومي الجزائري 90% سيعمل بث مباشر لهذه المباراة؟ لأنه في هذه المباراة الودية والاتفاق بين الاتحاد الجزائري والاتحاد المصري لكرة القدم هنالك عقد ينص على بث هذه المباراة عبر التلفزيون العمومي الجزائري الذي هو متعود على بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري يعني سابقا. على كل حال ننتقل حاليا إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تتعلق أعزائي الكرام بتاريخ المواجهات بين الفريقين، وأنا اختاريت لكم أعزائي الكرام فقط المباريات الودية وكذلك مباريات كأس أمم إفريقيا وكذلك مباريات أيضا كأس العالم. طبعا في مجمل هذه المباريات منذ سنة 1964 رانا لاعبين 20 مباراة، 9 فاز بها المنتخب الوطني الجزائري على نظيره المنتخب المصري. أما بالنسبة للمنتخب المصري فاز على المنتخب الوطني الجزائري بخمس 5 مباريات، وأيضا تعادلنا 6 مباريات لكي يكون الرصيد كله 20 مباراة. وطبعا أعزائي الكرام للأمانة حذفنا بعض المباريات الأخرى اللي تتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري المحلي أمام المنتخب المصري في بطولة كأس العرب على سبيل المثال، أو أيضا يعني بطولة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذه الأمور يعني غير مهمة بالنسبة لنا، يهمنا تاريخ المنتخبين ومواجهة المنتخبين في كأس العالم وكذلك في كأس أمم إفريقيا وبعض المباريات الودية. فحاليا يعني السيطرة لصالح المنتخب الوطني الجزائري على نظيره المنتخب المصري كما تشاهدون أمامكم في هذه الإحصائيات. حاليا أعزائي الكرام نمر إلى طريقة لعب المنتخب المصري تحت قيادة التقني البرتغالي روي فيتوريا الذي حاليا يدرب منتخب الفراعنة. طبعا أعزائي الكرام في الآونة الأخيرة مدرب المنتخب الفراعنة يعني برهن لنا بأنه يفضل الدخول بالتشكيلة التالية 4-3-3 والتي هي المفضلة بالنسبة لهذا المدرب. نقاط قوة هذه التشكيلة هي الدفاع المحكم والمتوازن، خط وسط منتشر ومسيطر على الكرة، حلول هجومية كثيرة والضغط على مستحوذ الكرة، والتركيز لاعبي الأظهرة على المساعدة الهجومية. هذه خصائص هذه التشكيلة اللي راح يدخل بها أعزائي الكرام، أو هذا النهج التكتيكي اللي راح يدخل به روي فيتوريا أمام المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا بالنسبة للناس اللي تسأل حول التشكيلة المتوقعة بالنسبة للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني الجزائري، عندنا موقع جول العربي شارك معنا هذه التشكيلة المتوقعة حسب آرائهم الشخصية. في حراسة المرمى محمد الشناوي، على مستوى خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد،
محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، وكذلك محمد حمدي. بالنسبة للخط الوسط سيتكون من الثلاثي حمدي فتحي، مروان عطية، وأحمد مصطفى زيزو. أما بالنسبة للخط الهجومي عدنا عمر مرموش، كذلك مصطفى محمد، وكذلك محمد صلاح على مستوى يعني الخط الهجومي. في هذه هي التشكيلة المتوقعة بقوة بالنسبة للمنتخب المصري الشقيق التي سيدخل بها أمام المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة بقوة أمام المنتخب المصري، طبعا بالماضي سيفضل حسب رأيي الشخصي الدخول بالنهج التكتيكي 4-3-3، 4 في الدفاع، 3 في الهجوم، و3 في خط الوسط. وطبعا في حراسة المرمى أعتقد من لأنه بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري سيفضل الدخول بأنثوني مانديريا للمباراة الثانية على التوالي، لأنه حاليا أعتقد أنه بالماضي يريد تجهيز هذا اللاعب لكي يكون الحارس الأول للمنتخب الوطني الجزائري في الكان المقبل. على مستوى خط الدفاع راح يكون عندنا يوسف عطال الظهير السريع، كذلك عيسى ماندي في قلب الدفاع هو ورامي بن سبعيني. بالنسبة للظهير الأيسر راح يكون عندنا الوافد الجديد لقائمة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الجزائري بصفة عامة ياسر العروسي. وبما أن هذه المباراة ستكون قوية أعتقد بلي أن جمال الماضي سيشرك في خط الوسط هشام بوداوي، سفيان فيقولي كقاطع ومسترجع للكرة، وحسام عوار يعني كصانع للألعاب في هذه المباراة، هو وهشام بوداوي يقدمان حلول يعني في خط الوسط، وكذلك يقدمان أيضا حلول هجومية هو وهشام بوداوي. فهذه يعني الخط الوسط هذا عزيزي الكرام أعتقد بأنه جيد كفاية أمام المنتخب المصري، لأنه هذه المباراة لن تكون سهلة عزيزي الكرام بل أنها ستكون معقدة في هذا الكلاسيكو بين هذين الفريقين. بالنسبة للخط الهجومي أعتقد بأنه راح يكون عندنا رياض محرز على مستوى الجناح الأيمن، على مستوى الجناح الأيسر سعيد رحمة، رأس الحربة سيكون أمين غويري الوفد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. فهذه التشكيلة المتوقعة حسب رأيي الشخصي التي ستكون أمام منتخب مصر. مانديريا، ماندي، رامي بسبعيني، ياسر عروسي، بوداوي، في قولي عوار، رياض محرز، غويري، وكذلك سعيد بن رحمة. وطبعا إذا كنا متقدمين في النتيجة احتمال كبير جدا أنه بالماضي سيعمل تغييرات مثل ما عمل في آخر مباراة لعبناها أمام الرأس الأخضر. احتمال كبير جدا أنه في الشوط الثاني راح نشوف دخول بشير بلومي ابن الأسطورة الأخضر بلومي، حتى هو اللاعب الجديد في قائمة المنتخب الوطني الجزائري إضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين. حاليا كتبونا رأيكم في صندوق التعليقات ما رأيكم حول هذه التشكيلتين، تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري، وأيضا أعطيونا تشكيلتكم المتوقعة في صندوق التعليقات حاليا. وبدون إطالة نمر إلى تصريحات المدربين، نبدأ بتصريحات جمال الماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري، ماذا قال عن هذه المواجهة وماذا قال عن خصمه المنتخب المصري. بالماضي صرح قائلا هذه أول مباراة تقريبا بين مصر والجزائر منذ مباراة أم درمان. على ما أعتقد المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد من بين المنتخبات العشر الأوائل من إفريقيا الذي لم نواجهه، فتقريبا واجهنا كل المنتخبات، حاولنا مواجهة مصر في أكثر من مرة وفي 4 مواعيد سابقة لأجندة الفيفا، ولكن لم يكتب للمباراة أن تقام لأسباب مختلفة كثيرة، وأخيرا ستلعب هذه المباراة. يعني بالماضي متحمس لإقامة هذه المباراة وكان متحمس لها سابقا عزيزي كرام، كي كان حاب يلعب أمام المنتخب المصري في 4 مرات سابقا في فترة التوقف الدولي، ولكن لم تكتب فوق أرض الواقع عزيزي كرام هذه المباراة، ولكن وأخيرا سيتم ترسيم هذه المباراة. أما بالنسبة لتصريحات روي فيتوريا مدرب منتخب المصري صرح قائلا كنا نسعى أن نلعب مع منافس قوي على نفس بمستوى منتخب الوطني الجزائري، سيكون هنالك 25 لاعب في القائمة وسنختار الأفضل منهم، لأن المباراة أمام المنتخب الوطني الجزائري ستحدد شخصية المنتخب المصري، وهذه ستكون الصورة العامة لمنتخب الفراعنة، ولا أحد يستطيع ضمان فوز مصر على الجزائر بنسبة 100%، لكن ما أعلمه أننا بحاجة إلى أن يكون كل لاعب المنتخب المصري في نفس المستوى الجاهزية حتى نستطيع خوض هذه المباريات القوية. الجزائر فريق صعب جدا، ولو لعب 11 لاعب ثم استبدلهم بالماضي جميعا سيظهر بنفس المستوى، لكن أؤكد أننا نملك القدرة على خوض هذه المباراة بشكل جيد.
فتصريحات قوية زي كرام بين الفريقين بالماضي أبدى نيته يعني وحماسه من أجل هذه المباراة، مباراة المنتخب المصري بالماضي قال باللي لعبنا لأكثر يعني من 10 منتخبات هم الأقوى في القارة الصفراء وفوزنا عليهم سابقا. باقي المنتخب المصري يريد زي كرام بالماضي أن يدخل بقوة أمام هذا المنتخب ومواصلة هذه السلسلة، يعني سلسلة الفوز على المنتخبات الأقوى في القارة السمراء. أما بالنسبة لروي فيتوريا عزيزي كرام، أثبت باللي أنه المنتخب المصري حاليا عندما سيواجه المنتخب الوطني الجزائري ستظهر شخصية هذا المنتخب وذلك بشكل رسمي، وسيحدد المنتخب الوطني الجزائري شخصية منتخب الفراعنة. هو أكد باللي أنه المباراة ما راهاش محسوبة للمنتخب المصري، حجبين راح يلقاو صعوبات كبيرة أمام المنتخب الوطني الجزائري باش يقدروا يتجاوزوه، ولكن في نهاية المطاف يقول سننافس من أجل الفوز في هذه المباراة. وطبعا انا نقول لان فزنا ام خسرنا المهم هو الخروج بدروس يعني مثاليه في هذه المباراه، في هذا الكلاسيكو بين هذين المنتخبين الجزائري والمنتخب المصري. نريد يعني استخلاص الدروس، نريد ان نضبط بعض الرتوشات في تشكيله المنتخب الوطني الجزائري المثاليه للكان المقبل كان 2024، وهذا هو الموضوع يعني هذه المباراه، هذا هو مغزى هذه المباراه، هو انك تستخلص دروس وتعرف كيفاش يعني تواجه المنتخبات في القارة السمراء بمثل هذه الامتحانات التي يخوضها كلا المنتخبين الجزائري والمنتخب المصري. على كل حال شاركنا معكم كل شيء عزيزي الكرام تقريبا بخصوص هذه المباراة، فاحنا كل ما علينا قوله حاليا هو تمنياتنا بكل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وايضا نتمنى لكم فرجة ممتعة يوم المباراة. كان هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.